السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. هنبدأ حلقة النهاردة مراجعة سريعة على الحاجات اللي احنا أخدناها في الدروس والحلقات اللي فاتت. أسئلة جميلة نبدأ بيها إن شاء الله حالا. أولا السؤال الأول رقم 1، حدد موضع ونوع الفئة لكل عنصر. بديني عناصر، احنا هنحدد الصفحة ديت 4 عناصر، عايزين نحدد موضع العنصر وعايزين نوع الفئة ان شاء الله لكل عنصر. خلاص، ونبدأ مثلا N7 يعني نيتروجين. نحاول نحفظ بقى الايه الرموز اللي مش مطالبين بها، واهم حاجة عندنا العدد ايه الذري. ونركز قوي على السؤال هنا، حدد موضع السؤال اللي بعد ده ان شاء الله هيبقى اذكر العدد الذري او احسب العدد الذري. بنجيب معلومات عن العنصر واحنا عاوزين ايه العدد الذري. العنصر الثاني فوسفور 15، فوسفور 15. العنصر الثالث ارجون 18، ارجون 18. العنصر الرابع كالسيوم 20. طبعا احنا قلنا تاني اعدادي لغاية العناصر اللي عندنا لغاية كام؟ 20، كالسيوم 20 بس. بعد كده في تانية سنة وفي الكيمياء ان شاء الله بنبدأ ناخد عناصر تانية وتوزيع ايه جديد، خلاص مختلف تمام. نبدأ اول حاجة كده، لما يجي يقول لي حدد موضع ابص على العدد الذري كويس جدا، لو اقل من 10 بعمل 2 مستوى طاقة بس. ركزوا كده في الكلام ده، اقل من 10 بعمل 2 مستوى فقط. ليه 2 مستوى؟ اللي هو كي وال. وليه بعمل مستويات الطاقة اساسا؟ عشان النواهي، واعمل رمز النواة او دايرة كده الناحية اليسار، لان احنا بنكتب انجليش، بنوزع انجليزي مش بالعربي. هل ممكن نوزع بالعربي؟ حسب وجود المدرسة او المدرس او وضع المدرسة. يبقى عندي هنا المستوى الاول زي ما خدنا في اولى اعدادي، المستوى الاول 2، الثاني 8. لا طبعا في ناس حافظه 2 8 18 32 من اولى اعدادي حسب قاعده 2 نون تربيه 2. وانتظر، احنا قلنا اقل من 10 يبقى في ذكاء، ما عملش 8. يبقى 2 من 7 كام؟ 5. كم مستوى طاقه عندي؟ 2. اذا يقع العنصر في الدوره الأفقية الثانية. ركزوا في الكلام، عدد مستويات الطاقة يدل على نقط في الامتحان، يدل على عدد الدورات الايه الأفقية. يبقى يقع العنصر في الدورة الأفقية الثانية. ادي اول معلومة. المعلومة الثانية في تحديد الموقع، لازم اعرف في المجموعة انهي. انا عندي هنا المستوى الاخير 5، بعلم عليه كده دايرة. اذا على طول يقع العنصر في المجموعة الخامسة ايه؟ يقع العنصر في المجموعة الخامسة، وما سيبهاش كده، اكتب 5 ايه. طب لسه في جزئية في السؤال، بيقول لي نوع الفئة. نوع الفئة ايه؟ اس ولا بي ولا دي ولا اف؟ يعني ايه نوع الفئة؟ احنا هنشرحها حالا في الصفحة الجاية قبل ما نبدأ الاسئلة التانية المختلفة اللي عكس ديت. بنقول الاس، الاس بيشمل 1A و2A. يعني لو اي عنصر طلع ل 1A او 2A يبقى الفئة ايه؟ S. الفئة B بيشمل من 3A 4A 5A 6A 7A والمجموعة الصفرية. يبقى الوقت هنا على طول 5A، يبقى نقول الفئة نوع الفئة ايه؟ B تقيلة. نجيب الأرجون، اكتر من 10 بنعمل 3 مستويات طاقة، اكبر من 10 بنعمل 2 8، واحنا ايه يعني ريلاكس شوية زي ما بنقول. طيب 2 و8 10 من 18 اتبقى كام؟ 8. طيب كم دورة، كم مستوى طاقة؟ كي ال ام 3 اللي مشغولين بالالكترونات. اذا يقع العنصر في الدورة الافقية الثالثة، تقع في الدورة الأفقية الثالثة. طيب عدد الإلكترونات المستوى الأخير كام؟ 8. إذا يقع العنصر في المجموعة أو الثامنة، لا أخد صفر، في المجموعة الصفرية.
لأن المجموعة الصفرية هي ما ينتهي مستواها الأخير بـ8 ما عدا الهيليوم لأنه لا يملك إلا 2 إلكترون. طيب نوع الفئة لسه كتب القاعدة فوق في العنوان إن البي كابتل فيها 3A 4A 5A 6A 7A والمجموعة الصفرية. إذن هنقول نوع الفئة هنا بي. نيجي للعنصر الثالث فوسفور بي 15 2 8 5 كي ال ام، اتفقنا اكتر من 10 بنوزع 2 8 كده ونشوف الفرق اللي باقي ايه، نقوم حاطينه في المستوى الثالث يبقى 2 8 5، بما ان عدد مستويات الطاقة 3 اذا يقع العنصر في الدورة الثالثة، الدورة الافقية الثالثة. طيب عدد الالكترونات المستوى الاخير 5، اذا يقع في المجموعة الخامسة مشابه للنيتروجين 5 ولكن الدورة الثالثة هنا الدورة الثانية، الدورة الافقية الثانية. طيب هنا نوع الفئة زي النيتروجين بالظبط، بما انه ينتهي بخمسة او 5 اذا نوع الفئة بي. طيب الكالسيوم اكتر من 10 اتفقنا بنعمل 3 يا 4. طب اشمعنى الكالسيوم معروف من اولى اعدادي كي ال ام ان ان بنوزعه كالاتي، قلنا 2 8 ثابتين طالما زاد عن 10، طب ال 10 الباقي احطها؟ لا، بتتوزع 8 2، ده اساسيات للتوزيع نفهمها بقى في ثانيه سنه ان شاء الله، لكن احنا هنا في اولى اعدادي وثانيه اعدادي بنقول ال 10 بتتوزع 8 2، البوتاسيوم اللي قبليه تتوزع 8 1، 18 قبليه اهوت 2 8 8، يبقى هنا المستوى الاخير 2، عرفت اللي هو 2 الوقت كم مستوى طاقه 4، اذا يقع العنصر في الدوره الافقيه الرابعه. كتبناها منين؟ عدد مستويات الطاقه. طيب عدد الالكترونات المستوى الاخير كام؟ 2، اذا يقع في المجموعه الراسيه الثانيه، يقع في المجموعه الراسيه الثانيه، واكتب له كده اهو 2 طب نوع الفئه، نوع الفئه طبعا اس. اشمعنى اس؟ لان احنا قلنا الاس تشمل 1A و2A، 1A و2A، يبقى ناخد بالنا برضو من السؤال ده، يبقى ده اول سؤال النهارده. السؤال الثاني العكس، بيجي يقول لي احسب العدد الذري لكل من، ونشوف السؤال بيجي ازاي. اسئله جميله، بيقول لي عنصر لا فلزي تكافؤه ثنائي، تاني عنصر لا فلزي تكافؤه ثنائي يقع في الدوره الثالثه، في الدوره الثالثه. نبدا نحسب الحسابات بتاعتنا. طب نشوف السؤال الثاني قبل ما نحسب الحسابات، عنصر فلزي يقع في الدوره الثانيه، عنصر فلزي يقع في الدوره الثانيه وتكافؤه ثلاثي. نركز اوي كده في السؤالين دول كده ازاي نعمل الشغل هنا. اولا عنصر لا فلزي خدنا السنه اللي فاتت ونعيد عليها تاني كده، ما هو الفلز؟ ما ينتهي مستوى الاخير بواحد او 2 او 3، يبقى الفلز ها ينتهي مستواه الاخير بواحد او 2 او 3 الكترون. الكلام ده واخدينه السنه اللي فاتت وهناخده السنه دي في الجزء اللي باقي بعد جدول الدوره على طول في الفلزات واللا فلزات. اللا فلز ما ينتهي مستواه الخارجي ب5 او 6 او 7. طيب دي معلومه. المعلومه الثانيه اللي عايز اقولها قبل ما نحل السؤال، الفلز يميل للفقد، لا فقد، نركز كده وده انا عاملها في اساسيات
أو الحصص التأسيسية بتاعة الكيمياء لجميع المراحل، نراجع عليها في الفيديوهات اللي موجودة. يبقى بنقول عنصر لا فلزي، يبقى دي فيها معلومة، يبقى أنا عينها على انحيادي مش انحيادي. طب وبعدين تكافؤه الثنائي، يعني ايه تكافؤه الثنائي؟ يعني لازم يكون عدد الكترونات المستوى الاخير 6، لانه يميل لاكتساب 2 الكترون. طب يقع في الدوره الثالثه، طب الدوره الثالثه كده نقوم عاملين الثلاث مستويات طاقه كي ال ام كده بمزاجنا؟ لا مش بمزاجنا، ده الدوره الثالثه معناها كده ثلاث مستويات طاقه خلاص. وقال لي تكافؤه ثنائي ولا فلز، يبقى لازم المستوى الاخير كام؟ 6. ركزوا في الأسئلة والإجابة النموذجية. يبقى الوقت هنا بفكر إزاي، أنا بعلمك وبعلمك تفكر إزاي ما تحفظوش. يبقى الوقت هنا الدورة الثالثة يعني ثلاث مستويات طاقة. عنصر لا فلزي، افتكر اللا فلزات نظامها إيه؟ تنتهي إلكتروناتها أو المستوى الأخير بخمسة أو ستة أو سبعة. طيب بيقول لي تكافؤ ثنائي، ما هو التكافؤ؟ هو عدد الإلكترونات المفقودة في حالة الفلزات أو المكتسبة اللي هو بيكتسبها عشان يوصل لايه؟ المستوى الاخير. يبقى الوقت هنا خلاص المستوى الاخير بقى 6، واتاكدت خلاص 2 8 نجمع كده 2 زائد 8 زائد 6 بيساوي العدد الذري كام؟ 16. يبقى ده الاجابه النموذجيه وازاي نعرف نجيبها وبهدوء. عنصر فلزي، يبقى انا عيني على الشق 1 او 2 او 3. يقع في الدوره الثانيه، يبقى 2 مستوى طاقه بس، بس انا لازم انفذ الكلام المكتوب عشان اوصل بسرعه. عنصر فلزي، خلاص ينتهي بواحد او اتنين او تلاته. يقع في الدوره الثانيه، اتفضل يا استاذ. تكافؤه الثلاثي، اتفضل، تلاته. خلاص يبقى المستوى الاولاني فيه كام؟ 2. يبقى 2 زائد 3 بيساوي كام؟ 5. يبقى العدد الذري كام؟ العدد الذري 5. طيب ممكن نحط سؤال تاني. عنصر يقع في المجموعة الصفرية، يقع في المجموعة الصفرية خلاص، ادي حاجة. الحاجة التانية وعدد مستويات الطاقة ثلاثة، احسب العدد الذري. مجموعة صفرية، طب عدد مستويات الطاقة بسرعة، الحق نفس دي اللي هتوصل الموضوع بسرعة، كي ال ام. يبقى عدد مستويات الطاقة كام؟ تلاتة خلاص، كي ال ام. طب يقع في المجموعة الصفرية، يبقى لازم طالما عدينا الهيليوم يبقى لازم ينتهي المستوى الأخير بكام؟ بتمانية. يبقى اتنين تمانية تمانية، نحسب اتنين زائد تمانية عشرة زائد تمانية، يبقى بيساوي كام؟ 18. ده العدد الذري. أسئلة مهمة جدا جدا وناخد بالنا منها إن شاء الله. يبقى دي حصة مراجعة سريعة للي خدناه ودرسناه في الجدول الدوري. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا عشان يوصل لنا كل جديد، وبنصحكم برضه تشوفوا الحلقات التأسيسية لمادة الكيمياء، لأن ده جزء كيمياء اللي احنا بناخده دلوقتي. احنا في تانية اعدادي، انا عامل حلقات تأسيسية حوالي 19 حلقات كيمياء، وفي الاحتراف من الصفر الى الجامعة او ما قبل الجامعة نبص على الحلقات ديت عشان نبقى شاطرين في العلوم وشاطرين في الكيمياء في ثانوي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.